مش عاطفة لكن لما تكلم عن ماجد عبد الله، شوف الكرة السعودية قبل حضور ماجد عبد الله للكرة السعودية ما كانت هناك رياضة في السعودية. السبعينات كانت السعودية فريقها متواضع أو فرق يعني بعد ما جابوا الفرق اللاعبين المحترفين أيام البرازيليين بدأ يصير في عندهم دوري. لكن أتكلم عن لاعب أحدث ثورة في 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 الأندية السعودية وغير خارطة الكرة السعودية من الخروج من المنافسات إلى العالمية والقمة هو ماجد عبد الله. إحنا ما إحنا عاطفين، لكن نتكلم عن شخص أوجد كرة في الدوري السعودي، أوجد بالإضافة إلى محسن الجمعان. يعني تكلم عن لاعب هم أشوف نادي النصر لاعب له قيمة المحسن. قيمة نقل الكرة السعودية نقلة عالية إلى العالمية وبطولة آسيا فهل ما نتكلم عن قيمة لاعب، مو قيمة فريق حتى بعد. يعني نتكلم عن عدت 20 واحد شو اسمه، هتكلم عن لاعب احدث ثوره في لا انا قلت لك الاستمراريه ابو عبد المحسن. انا قلت لك اساطير انا اسطوره ماجد عبد الله شيء خيال. فأقول لك يعني ابو عبد المحسن هو جيل ماجد عبد الله لا يمكن نقول حق الكره السعوديه. نعم هذا شوف وايد عاطفين يعني هني هلالي رسمي من كلامك من تابعتك. لا رسمي هلالي لا نصراوي انا نصراوي بس انا اقول لك شغله لا خلي هذا ما في عاطفه مو عاطفه. انا اكلمك عن جيل الثمانينات. منو تذكر من جيل الثمانينات من هلال؟ انا نترك الجيل الثمانينات والتسعينات. انا وجهه نظري باللي حطوهم الحين ايه الاتحاد يا حمزه يبا يكون واضحين يا جماعة. كان الجمهور ممتع، اللاعبين محمد نور وحمزة والمجموعة كلها اتحاد. نعم هالفترة هذه كان حتى الجمهور يعني في